تشهد مراكز تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه إقبالا كبيرا من قبل الطلبة من مختلف الفئات العمرية، وذلك خلال فترة الإجازة الصيفية. وتسعى هذه المراكز المنتشرة في مختلف محافظات مملكة البحرين إلى احتضان جميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه المراكز لحفظ كتاب الله وتعلم أحكام التلاوة الصحيحة للقرآن الكريم. نبينا الكريم في حديثه الشريف: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من هذا المنطلق يحرص الأهالي معبد العطلة الصيفية في مملكة البحرين إلى إشراك الأطفال والنشأ في مختلف مراكز تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه والمنتشرة في مختلف محافظات المملكة، وذلك لاستغلال وقت فراغهم الاستغلال الأمثل وتوظيف الفراغ في أنشطة تعود عليهم بالنفع والفائدة. نتواجد هنا في أحد مراكز تحفيظ القرآن الكريم لنتعرف على جهودهم خلال إجازة صيف. تحفيظ القرآن الكريم من الأمور الهامة التي تنمي مبادئ الإسلام والأخلاق القويمة في النفس البشرية، كما إن حفظه وتدارس علومه يعود بالأثر الكبير على تهيئة الأطفال وغرس حب وحفظ القرآن الكريم في قلوبهم ونفوسهم من خلال إقامة الحلقات والمحاضرات التعليمية والمسابقات القرآنية. هنا في مركز محمد بن عبد العزيز الموسى لتحفيظ القرآن تقام البرامج الدينية خلال فترة العطلة الصيفية بهدف تعليم الأطفال والنشء مبادئ القرآن الكريم وعلومه السامحة. بدأت مراكز تحفيظ القرآن الكريم التابعة لجمعية التربية الإسلامية نشاطها الصيفي لعام 2024 بعنوان صيفنا أخلاق في جميع مختلف مناطق ومحافظات مملكة البحرين. يحتوي النشاط الصيفي على مراجعة وحفظ القرآن الكريم بالإضافة إلى بعض الدروس المتعلقة بالعقيدة الإسلامية والسيرة النبوية والثقافة الإسلامية، وكذلك الأمور المتعلقة بالبرامج التعليمية والرحلات الترفيهية المنوعة. طبعا نحن ندعو أولياء الأمور الكرام باستغلال فرصة الإجازة الصيفية بتسجيل أبنائهم في الأنشطة الصيفية والمراكز الدينية. طبعا احنا نشوف في كل محافظة في مملكة البحرين يوجد فيها أنشطة صيفية مختصة في الأمور مثلا الدينية والاجتماعية، فاحنا ندعوهم لاستغلال هذه الفرصة بحيث أن يشغلون أبنائهم في هذه الأنشطة. القرآن الكريم هو الطريق الصحيح لتعليم الأطفال أسس الدين ومساعدتهم على تنمية وتقوية اللغة العربية وقواعدها وتقوية مخارج الألفاظ. طبعا احنا حرصنا في المركز من خلال 8 سنوات اللي من تأسس المركز إلى اليوم على إقامة النشاط الصيفي، وهذا للمرة السابعة حاليا. طبعا من ثاني سنة بدينا، طبعا هذه المرة السابعة التوالي. ما شاء الله الإقبال عندنا ما شاء الله تبارك الله، خصوصا من منطقة البديع ومدينة سلمان والهملة والجنبية ومنطقة سار والجسرة. عندنا ما شاء الله ما يقارب 120 طالب حاليا مشاركين معنا في النشاط الصيفي. لذلك احنا قمنا بحمد الله في موسمنا السابع بتنويع أنشطتنا الدينية والتربوية بما يتناسب مع كل فئة عمرية من 6 سنوات إلى حد 18 سنة، والهدف من هذا البرنامج هو حماية الطلاب من آثار الفراغ السلبية واستثماره بالبرامج المفيدة. وإحنا نسعى لتعزيز الوعي الديني لدى الطالب وخلق له مفاهيم إيجابية تفيده في المجتمع. وتعتبر مراكز تحفيظ القرآن الكريم محضناً تربوياً لغرس قيم الإسلام ومبادئه وأدابه، وحلقات التحفيظ من أهم وأقدم مؤسسات تعليم الأطفال في الإسلام، حيث أنها تقوم بمهمة كبيرة وجهد متواصل في تعليم الأطفال تلاوة القرآن الكريم وتجويده. أمي وأبوي حرصوا أن أنا أدخل تحفيظ قرآن في العطلة الصيفية. الحمد لله دخلت مركز الموسى لتحفيظ القرآن وتعليمه. أنا مشارك في النشاط من وأنا صغير وحبيته، من أول شيء الترفيه والتعليم والقرآن والحديث والأشياء، وأشكر المعلمين اللي شاركوا في تعليم القرآن. أنا مشارك في قراءة ورتق لتعليم القرآن عشان أحفظ القرآن كامل، وشكرا للمعلمين.
تنبع أهمية حلقات تحفيظ القرآن الكريم من أهمية ومكانة القرآن الكريم، فهو كتاب الله تعالى والمصدر الأول للشريعة ومنهج حياة، فمدارس تحفيظ القرآن وحلقاته تعد من أفضل الوسائل والآليات للدعوة إلى الله تعالى وفق تعاليم القرآن الكريم والتعريف بأركان الشريعة وثوابتها. خالد العون لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.